بونسوار، مساء الخير. خليني في البداية أكلمك على المواجهة المنتظرة بين الأهلي وفيتا كلوب، مواجهة في مجموعة أصبحت الحسابات فيها معقدة، إزاي بترى صعوبة المواجهة وفرص الفرقتين سواء الأهلي أو النادي الكونغولي فيتا كلوب؟ أنا مش قادر أرد. بون مسيو، لا دوموند، لا كيستيون. أقدر أقول لحضرتك إن كلا الفريقين عندهم فرص كبيرة إن يقدموا لنا ماتش حلو. طبعا لما هنتكلم عن الفيتا كلوب والأهلي وهما الاثنين فرق كبار سواء على مستوى الأفريقي وكذلك، أنا شايف إن بالتالي النظرة اللي بتشمل كذلك نادي الأهلي هي طبعا بتعتبر بكل مكاسبه القديمه وبقدراته الفنيه، وكذلك عايزين نقول ان الفريق الكونغولي فيتا كلوب كان عنده برضه من الخبرات في جمهوريه الكونغو على مستوى المحلي كبيره، والنهارده الفريق الاهلي ان هما الاثنين يتنافسوا في ذات المجموعه هو امر كبير. احنا طبعا عارفين صعوبه مواجهه الاهلي، ولكن بننتظر طبعا ان الاهلي اللي لسه طالع من كاس العالم بمستوى الثالث طبعا عنده بعض الاجهاد نوعا ما، وطبعا احنا متوقعين ان على مستوى الافريقي ما قدمه الاهلي اضاف اليه من خبرات الكثير والكثير، وبالتالي هو فريق مميز وذو طابع خاص جدا، ولكن في ذات الوقت احنا النهارده كون ان ننافس نجم افريقي بهذا المستوى وفريق تقدم على الفيتا كلوب في مباريات سابقة، هو طبعا شيء النهاردة بيجعلنا ننظر إلى الأمام بكل تفاؤل، خاصة بعد المباراة التي كانت مع السوداني المريخ، وإحنا هيصعب علينا أن نتكهن بنتائج المباراة. مستر ماكينجو، خليني أسألك تحديدا على مشوار فيتا كلوب في دوري الأبطال، لأنه في مفارقة يمكن تكون غريبة أو مش مفهومة ومش منطقية. فيتا كلوب ابتدى مشواره بالخسارة على أرضه أمام فريق سيمبا، وفي مباراته الثانية خارج أرضه استطاع أنه هو يحقق الفوز على المريخ السوداني. من وجهة نظرك إيه أسباب المفارقة، وإزاي بتشوف فرص الفريق الكونغولي في المنافسة على التأهل أو على بطاقة التأهل للأدوار اللي جاية؟ طبعا بالنسبة للفرص المتوقعة أنا مش قادر أقول ما هي المتوقعة للمباريات سواء على الأرض المحلية أو في الخارج، ولكن أقدر أقول لك أن فيتا كلوب وبناء عن ما قدمه كتاريخه في مباراة مع السودان هو قدم شيء كويس، وطبعا الفيتا كلوب عنده الإمكانية أن هو يواجه الأهلي كما واجه الفريق المغربي، وإن كان اللقاء مع الأهلي هي مقابلة ليست على مستوى بسيط. طبعا النهاردة البطل الأفريقي والثالث على العالم ومدربه لديهم ما يمثلونه بالنسبة لنا من صعوبات، وبالتالي لما أجي أقول أن فيتا كلوب بيبص للمباراة دي باهتمام وأن قدامه لازال فرص، معناه أن هو لازم يعمل كل التكتيك والفنيات واللعب، وأنه في احتمال بنسبة 40% أن فيتا كلوب يقدر يتأهل، لأنه إن خسر الثلاث نقاط دول هيبقى كتير. وأنا شايف أو بتوقع إن اللقاء مع الأهلي لقاء مهم طبعا، ولكن أنا مش هخش بصورة سلبية وأقول إن قد نخسر، أنا بقول إن قدامنا إحنا كمان الفرص إن نكسب، والاحتمال ده ممكن يصل إلى 40%. طيب أنا عارف إنه فيتا كلوب
قرر او فضل انه يجي القاهره بدري عشان يستعد لمواجهه النادي الاهلي، لكن هل حضر بقائمه كامله ولا في ننتظر غيابات عن صفوف الفريق في مباراته مع الاهلي؟ طبعا الفيتا كلوب النهاردة ما عندناش غيابات، وبالتالي هو سافر بكل الفريق بكامله وكل اللاعبين موجودين ومقررين ان هم يقدموا احلى ماتش عندهم مقابل الاهلي. طبعا ده لان الاهلي بما انه بيلعب على ارضه، فانا النهارده عايز اقدم كل اللي عندي سواء للجمهور المصري والاهلي او كذلك فيما يخص نتائج المواجهه الافريقيه، لان اللقاء مع الاهلي هو ليس فقط ماتش يعني على مستوى الودي، بل يترتب عليه نتائج على مستوى التصنيف الافريقي، وبالتالي النقاط امامنا التي دفعتنا إلى أننا نحمل كل لاعبين إليكم بكل الإيجابية من حيث الرضا أن هم يلعبوا بكل قواتهم، هو لإمتاع المشاهدين ولتحقيق أفضل ما نقدر عليه، وكل اللاعبين أؤكد لك عندهم الديترمينيشن وعندهم التصميم الكامل للوصول إلى أن هم يتخطوا كل ما هي مشكلات فنية تكنيكية وكذلك جوية. بعيدا عن المواجهة المنتظرة، خليني أسألك على تجربة فيتا كلوب، لأنه أنا بعرف أنه النادي خاض يمكن تجربة استثمارية ناجحة في الفترة الأخيرة. إزاي ساعد الدعم المادي على تقوية الفريق سواء من ناحية انتدابات أو تجديد تعاقدات مع نجوم الفريق الموجودين حاليا؟ النادي النهاردة فيتا كلوب خبرته على مستوى المسابقة الأفريقية وكذلك الكونفدرالية، وإن تذكرنا مباراتهم في عام 2014 مقابل وكذلك في 2018، في طبعا بنتكلم على مباريات الكونفدرالية في كازابلانكا أو مقابل كازابلانكا. أنا النهاردة بقول إن الفيتا كلوب وإن كان قد خسر بعض اللاعبين المؤثرين على مدار السنين اللي مضت مثل مونديلي، إلا إن برضو بقول إلى إن مايامبا هو لاعب هجوم كويس وذكي وعنده من الجانب الفني ضغط بيقدر يقدمه، بالتالي على مستوى الخبرة قبل التمويل وعلى مستوى اللاعبين الموجودين، أنا بقول لك إن النادي الآن قادر على إن هو يواجه مثل السوبر نادي الأهلي وإن يقدم أفضل ما عنده. وطبعا من الحقيقي ومن الواقع ان فيتا كلوب النهارده عنده تمويل يعتبر مختلف عن ما كان عليه في الماضي، ولكن كذلك فيتا كلوب عنده لاعبين الان اقوياء، وبالتالي انا مش قادر اقول اذا كنا محتاجين او منتظرين اضافه عناصر جديده حتى نواجه الاهلي، ولكن الموجودين الان بينهم روح قويه وقادره تقنيا أيضا على مواجهة الأهلي. طبعا هناك منتظر كثير من اللاعبين حتى يقدمون نتائج مرضية أمام نادي كبير مثل الأهلي، ولكن النهاردة إيدن جي نقدر نقول عليه متمكن تقنيا في مثل هذه اللقاءات الدولية، ربما لن يلعب هذه المباراة، ولكن الأعمار الموجودة عندنا في الفريق تقدر تقدم لنا لازال مستوى متميز على
قدموا لنا مستوى متميز على المباريات المحلية والمسابقات المحلية، وبالتالي احنا لما جينا مصر بدري كان علشان نتعود على الجو، وبالتالي نقدر نقدم كل اللي نقدر عليه نسبة للتغيرات الجوية ايضا، لان مطلوب مننا حكمة كبيرة في مواجهة الاهلي، وكذلك حتى نكون قادرين على التنافس على المستوى الافريقي. هوب ماكينجو الصحفي الكونغولي، بشكرك على التواصل معنا على شاشة الاهلي، وطبعا اهلا بيكم في مصر.